هاي جريد، هاي جريد 2. معاكم ميس ايمان سيد من قناه ميس ايمان. ان شاء الله النهارده جريد 2 هنبدا مع بعض يونت 4 في كتاب كونكت. But before I will start our lesson today, I would like to say don't forget to make share, like, subscribe to my channel. channel بتاعتي اهي. اتمنى ان انتم ما تنسونيش بس في الشير واللايك سبسكرايب عشان اوصل لكم كل الفيديوز الجديده. تعالوا النهارده يا جريد 2 نشوف النهارده مع بعض هنتكلم عن ايه. النهارده هناخد مع بعض، احنا كنا المفروض كونكت خلصنا يونت 3. today we are going to start unit 4 in your book connect. تعالوا بقى النهارده نشوف ايه. طبعا الكونكت هنا طبعا هو كان فيه تو بارتس. احنا في بارت 2 اللي هو ايه، كان في بارت اللي هو ايه the world around me، العالم من حولي. تعالوا بص بقى النهارده مع بعض. هنا يونت 4 بيقول ايه، time to play sport، الوقت اللي احنا بنلعب فيه ايه، بنمارس فيه او بنلعب فيه رياضه. look listen and read، اقرا استمع انظر واستمع واقرا. شو بقى، can you kick the ball، هل تستطيع ان انت تقذف الكره او ترك يعني تقذف كده. no I can't، لا لا استطيع. can you throw the ball، يعني throw يعني يرك الكره كده. yes I can. تعالوا بص هنا بقى معايا، هنا بيقول لي ايه بقى، هنا طبعا بيجيلي السبورتس. هنا الدرس طبعا بيتكلمني هنا عن السبورتس. فعندي هنا how many kinds of sports، we have football, swimming, karate, basketball, tennis. we have team اللي هو فريق. يبقى عندنا ايه، football, swimming, karate, basketball, tennis. we have team اللي هو فريق بقى طبعا اللي بيكون ايه these sports، consist of these eight. هنا عندنا كلمة سبورتس اللي هي الألعاب الرياضية، جيم لعبة، هيت يضرب يعني نقول هيت ذا بول اوف ذا ايه، ان تنس مثلا يبقى ايه هيت ذا بول. باب بول، سوكر، سوكر مو سوكر اللي هو او فوتبول بلاير، سوكر او فوتبول بلاير الاثنين معناها كرة قدم. و بيسأل بقى عن ايه، عن سمثينج از ايه، عن سمثينج يعني شيء غير عاقل، ماذا او ما او ماذا. راكت مضرب، بات مضرب بيسبول اللي هو المضرب الصغير. ويتش للتخيير، with مع او بي، year عام او سنه. هو بنسال بقى عن ايه، subject person. واحنا طبعا اكيد في جريد 1 خدناها اللي هي هو بتاعت الايه السبجكت بيرسون، او تفتكروا خدناها مع بعض. اللي حضر معايا الفيديوهات هيلاقي الليسون بتاع هو ده موجود عندكم، لو انتوا تقدروا ترجعوا تشوفوه تشوفوه. عندنا هنا كلمه فوتبول، وخدوا بالكم يا جريد 2 المنهج بتاع جريد 2 الفوكاب فيه اكتر من الجرامر، فلازم تاخدوا بالكم من الحكايه دي يا جريد 2. يعني انا عندي كلمه فوتبول بتنزل، سويمنج انا عايزكم طبعا انتوا في الكتابه ما ان شاء الله نزلوا لكم على البي دي اف في الدايلوج بوكس عندي في الشانل. يا ريت الكلمات دي نكتبها عشان الكلمات دي تتحفظ، فوتبول، سويمنج، كاراتيه، باسكت بول. طبعا الكلمات المفروض انها تتحفظ. تنس تيم، لان طبعا احنا المفروض ده منهج كونكت. كونكت طبعا بيهتم غير الكونكت غير الديسكفر. الديسكفر ممكن في سام في سام وورد ان انت المفروض تبقى حافظه، وفي سام وورد نو، لكن الكونكت لازم الكتاب تبقى محفوظه. مهم، تعالوا بقى مع بعض نشوف. هنا عندي هنا حاجه اسمها لانجوج بوكس. ايه هي لانجوج بوكس؟ استخدام كان، كان يعني ايه تستطيع او هل تستطيع. يبقى كان بلس اني سبجكت برونون اوف ذيس، اي يو وي ذي هي شي. طبعا تقول لي مس ايمان كان تتاخد مع كل دول؟ اه، لان دي ما فيش هنا عندك اي ايزو او ار او الكلام ده، كان تتاخد معاهم. بس كان بقى فيها حاجه بقى لازم تبقى عارفها، ان لازم يجي وراها الفيرب في الانفينيتيف. يعني اقول ايه، كان يو بلاي فوتبول مثلا، يبقى هنا يو كان يو بلاي، يبقى لازم هنا يجي الفيرب انفينيتيف فورم. يعني ايه انفينيتيف فورم يا جريد، يا جريد 2؟ يعني without anything، without adding anything to the verb. يعني ما ينفعش تقول can play، يعني يجي لكم الفيرب كده. يعني for example انا هكتب كده ده في هنا عشان يعني مثلا اقول can you play، can you مثلا for example can you play، play right here. Okay. اقول مثلا can you play، can you مثلا can you play football، can you play. So for example can you play مثلا football، تقدر انت تلعب كرة قدم يعني.
وانا بحاول اكتب يعني الخط يعني معلش مش كتير قوي بس بحاول اكتب له كده. يبقى هنا كان يجي وراه الانفينيتيف شو. طب لو جيت قلت لي كان بلاي لو حطيتها هنا اي دي يبقى دي ايه؟ رونج. دي هتبقى ايه؟ زيرو. طبعا انت بتقولي بتكتبي زيرو ليه يا مس ايمان؟ عشان لو حد جه كتبها لي كتب الفيرب محطوط فيه الاي ان جي بعد كان يبقى هو يعني انت عارف ان انت لما هتكتبها كان تحط فيها الاي دي هتاخد زيرو على طول، فلما تبقى عارف انك هتاخد زيرو مش هتعملها. اوكي؟ تعال بقى هنا نكمل. هنا بقى معايا يبقى هنا اقول يس اي كان او نو اي كان. يبقى يس اي يو وي زي هي شي ات كان، نو اي يو وي زي شي اي يو وي زي هي شي ات كان. طب هنا يقول ايه؟ كان يو بلاي تنس، او تستطيع لعب التنس؟ يس اي كان. كان يو بلاي باسكت بول؟ يس نو اي كان. تعالوا بقى نبص هنا بقى ايه؟ ذا وورلد اراوند مي، العالم من حولي. تعالوا هنا نبص بقى ايه؟ هنا بيقول لي I kick the ball in the football. أنا أكل كرة الإيه؟ القدم. I can kick the ball in the football. يعني إيه؟ أقدر أشوط كرة القدم. I hit the ball in the tennis. تنس يعني هيت يعني إيه يضرب؟ يعني يضرب الكرة كده. يبقى هيت عندنا، يبقى إحنا عندنا كلمة كيك وعندنا كلمة هيت وعندنا كلمة ثرو. خد بالكم الكلمات دي مهمة جدا إحنا نستخدمها في السبورت. أوكي؟ ثرو ذا بول إن ذا باسكت بول. في باسكت بول بتشوطهم ان هو بيعمل كرة ايه؟ ان ده ايه؟ ان ده باسكت. تعالى نبص مع بعض. هنا بيقول لي ايه؟ اي كيك هيت ذا بول ان ذا تنس. ان ذا تنس كان يو كيك ذا بول؟ يعني هل انت تقدر تركل كرة التنس؟ لا. يبقى ايه؟ هيت. اي ويل سيلكت يو. كان يو سبيس ذا باسكت بول؟ ثرو. وي كان سبيس ذا بول ان ذا فوتبول. كان ايه؟ كيك. ايه؟ تعالوا بقى نبص مع بعض على الاكتيفيتي اللي قدامنا ده. هنا بيقول لي ايه؟ فوتبول، سويمنج، كاراتيه، باسكت بول. هنشوف بقى طبعا البيكتشرز اللي بتقول لي الوردز دي. Which one is football here؟ Which one is football here؟ football here يبقى this one. طبعا احنا كلنا بنشوف الماتشز وبنعرفين الفوتبول فين. يبقى هنا number one by this A picture. Swimming، which one is swimming؟ This one. يبقى I will select two by this one. Karate، I select karate by this one. Basketball، I select number four by this A باسكتبول. فهمت؟ تعالوا نبص مع بعض. بيقول لي لوك اند سيركل ذا رايت بيكتشر. هنشوف هنا الرايت بيكتشر فين ونعمل لها ايه؟ ونعمل عليها ايه؟ سيركل. هنا عندنا كلمه ثرو يعني ايه؟ يرمي. يبقى ويتش وان ثرو ذيس بوي ثرو ذا بول؟ كيك. ويتش وان كيك ذا بول؟ ذا لاست وان. ويتش وان از ايه؟ تنس. ويتش وان از تنس؟ ذيس وان. اوكي؟ تعالوا هنا بقى مع بعض. هنا بيقول لي بقى ايه؟ طبعا هنا مديني مسج لترز المفروض ان انا ايه اكتب؟ طبعا احنا عارفين كلمه كاراتيه باسكت بول. يبقى هنا ار اس ان اي اي سوري اي نوت اي سويمنج اي فوتبول او بيت اي هيت هيت كيك ثرو بول راكت. هنا عندنا كلمه هنا طبعا هنا جايب لي برضو الايه هنا يعني هنا جايب لي هنا مسج وجايب لي الايه الوردز ايه طبعا ان سويمنج. طبعا هنا لو بدنا مثلا قلنا سويمنج كيك اللي هي انا بكتبهم لكم برضه عشان انتوا تتعودوا تشوفوا بتتكتب ازاي وانتوا تكتبوا لوحدكم بعد كده. كيك باسكت بول سويم ويتش وان از اوت اللي هي نمبر ايه نمبر اللي هي كيك كيك اللي هي مختلف هنا هيت براون ثرو يبقى ويتش وان از اوت اللي هي براون روكت بول بيت ويتش وان از ويتش وان از ديفرنت هير روكت بول اند بيت روكت بول اند يبقى هنا باك اللي هو المضرب وهنا بول اللي هي الكرة. يبقى الراكت هي الايه؟ المختلف. هنا عندنا 10
20 30 40. طبعا انا كاتب لك النمبرز هنكتبهم كده 10 20 30 40 50 60 70 80 90 and 100. تعالى نشوف الكتاب اللي معانا هنا. عندي كلمه say swim drink touch. طبعا touch ده احنا خدناه في الايه؟ في السنسز لو انتوا فاكرين. watch تي في يشاهد التلفزيون، draw يرسم، turn يدور، color يلون او paint. في color وفي paint الاثنين زي بعض. chooses حذاء، water ماء، healthy بتاعها طيب، thank you why. why بسأل بقى عن ايه؟ عن الريزن. اوكي طب we have 10 20 30 40 50 60 70 80. طبعا الكلمات دي هتكتبوها 90 100. طبعا دي بيج 116 از هوم ورك. انا هكتبهم لكم طبعا على ال هنكتب على ال هكتب لكم على الدايل بوكس تحت اللي هم كنتوا انتوا هتحلوه. طبعا الكلمات دي المفروض انها بتتكتب عشان تكونوا مذاكرينها، يعني المفروض الكلمات دي انك تكتبها تكتبها عشان تتحفظ. اوكي هنا بقى طبعا مديني كده دايلوج. طبعا يعني هحاول ان انا اقرا ده النهارده كده واديكم كده بريف عن الحاجه دي، والنكست كلاس هنكمل الليسون بتاعي. هنا بيقول لي انا نقف النهارده عند هنا في ال ان ذيس بيج، ونكست كلاس اي ويل كونتينيو. بس نشوف بقى ايه البيج دي بتقول لنا ايه. لسن ادري استمع وقرا ذا سيركل ذا كوركت انسر. استمع وقرا وبعد كده اعمل ايه سيركل على الكوركت انسر. ماي نيم از ياسر، انا اسمي ياسر. اي كان بلاي فوتبول، اي بلاي ان ا تيم، اي كيك ذا بول، اي ران اتس اي ران اتس فان. يبقى مين؟ يبقى هنا عندنا ايه ذيس ايه ذيس. ماي نيم از جانا، اي كان بلاي باسكت بول، اي بلاي ان ا تيم، اي ثرو ذا بول، اي بوت ات ان ا باسكت، اي ران اتس فان. وات داز جانا بلاي؟ از جانا بلاي football or basketball? Jana playing is playing what does Jana play? Jana plays a Jana plays basketball. So I will select basketball. Who plays football? Meaning can play football? Yasser. So I select Yasser. Why do Yasser and Jana play sports? Because it's a it's fun. Okay. Then I'm going to like focus. I'm healthy and I'm just good. I swim. I run. I play tennis. انا اسبح، انا اجري، انا العب تنس. اوكي اي درينك ووتر اتس يور تيرن هذا دور. ثانك يو اي ران اتس فان. اي ران اتس فان. تعالوا بقى نحل مع بعض الاكسرسايز ده. 10 ويتش وان از 10 نمبر 1 باي ذيس 1 ذيس 1 از 10 30 ذيس از 30 50 ذيس از 50 70 ذيس از 70. Today I will stop here. Thanks a lot and see you again. Goodbye.